تعرفوا أحبائي، لما أنا بصير خلاص حياتي هي عبارة عن راحة، عن خمول، فأنا محتاج إنه أرجع للرب. وإنت آخر مرة ربحت نفس للرب؟ وإنت آخر مرة صليت صلاة حقيقية؟ مش بس لما كنت محتاج تقول يا رب، لكن فعلا بتصلي لأنك بتحب الرب أكثر من فريضة. أنت بتصلي لأنه في علاقة مع شخص حبيب بتحبه. وإنت آخر مرة قرأت في الكتاب المقدس؟ إمتى تلززت بالرب وتمتعت بحضور الله؟ ولا بتشوف في ضربات في حياتك؟ تشتغل، بتعمل، بتحوش لجيوب مثقوبة، بتشتري أشياء جديدة بتخرب، بتحاول تتقدم خطوة ترجع 10 لورا، بتزرع مش عم توكل من زرعك، بتحاول تجيب مش عم تستفيد، عم تشتغل انت وزوجتك ليل نهار ودايما مديون مديون مديون، كأنه ما في بركة، والبركة ابتعدت أو هربت عنك. بتحس إنه حياتك ما فيها قوة، فاتر روحيا، ما عندك محبة، مش عم تشعر بحضور الله، مش عم بتصلي، مش عم تقرأ، مش عم تشهد. كل هاي تشخيص إنه أنت فعلا محتاج ترجع للرب. وإنت أظهرت محبة عملية حقيقية، غفرت وسامحت الشخص اللي أمامك. أحبائي، محتاجين للرجوع، محتاجين للبركة، محتاجين للفرج، محتاجين للرب. الرب وعد باسترداد المسلوب. مكتوب السارق الشيطان لا يأتي إلا ليسرق، ما هو إرهابي، إلا ليسرق ويذبح ويهلك. قال يسوع: أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أحبائي، غرض يسوع المسيح يعطينا حياة، حياة فضلة، حياة فياضة، حياة مليئة بالبركات، حياة بتعبر عن وجود وعن حضور المسيح في حياتنا.